عزمي عزمي، بص الفنان محمد كريم مولعها على الانستجرام. مش ده شادي شامل باين؟ لا انا طبعا عامله فولو للفنان شادي شامل. لا ده الفنان محمد كريم بتاع الطياره. هلو. اللي بيدخل ويرجع مداره. ايوه لذيذ قوي. ييه الزفته اللي اسمها نيفين دي طالعه لي برضه في الانستجرام. دي بنت سماويه، انا مش فاهم ازاي شافتني وما فضحتناش. ما فضحتناش اسمها ما فضحتكش انت، هي شافتك انت. انا بره الليله، انا الزوجه المخدوعه اللي جوزها بياكلها حرام وهي مش داريانه. لا لا مشهد جميل قوي يا استاذه نيلي كريم. انا بتكلم بجد يا عزمي، اوعى تكون جبت سيرتي. لا جبت سيرتي ولا فورتي، يعني معقول هتشوفني يعني بنص بقول لها خلي بالك انا مراتي كمان نصابه؟ طب بقول لك قوم افتح انت الباب. لا بقول لك ايه، انا سمنت شد عليا ومش قادره اقوم. قوم انت. ماشي بس المره الجايه انت اللي هتفتح الباب. خد اوعى تعمل انفولو للفنان. اهلا يا نيفو يا حبيبتي. ازيك يا اشجان، وحشاني والله. وانت كمان والله. امال عزمي فين؟ عزمي جوه، اصل هو رجع بقى من الجيم مهدود حيله. يا حرام، تخيلي انهم في الجيم بيشيلوا حديد، دي مصيبه. يا حرام، هو قالك انه كان في الجيم؟ ما هي دي شغلته الحلال اللي بيصرف علينا منها، ربنا يزيده يا رب ويرزقه برزقنا. يا حبيبتي يا اشجان، طب وانت شغلك عامل ايه؟ هو احنا هنقف كده نتكلم على الباب يعني؟ ما تيجي ننزل يعني نقعد في اي كافي او حاجه. ليه ليه ما 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 تعالي نجي نقعد هنا ونتكلم براحتنا، وفرصه برضو عزمي يبقى موجود. صح. طبعا يعني اكيد طبعا، اتفضلي اتفضلي. نورت. انا قلت يعني يمكن حابه تخرجي تاكلي حرنكش او حاجه. عزمي عزمي تعالى، اختنا حبيبتنا جت. ميرسي والله يا اشجان، ربنا يعلم ان انت فعلا اختي برضه. ازيك يا نيفين؟ ازيك؟ امال عماد فين؟ لا انا قلت يعني عماد ملوش لازمه يبقى موجود في القعده دي بقى. ليه وهي مالها القعده دي؟ لا مالهاش. تخيلي يا اشجان، النهارده وانا ماشيه في الشارع الظهر بالصدفه قابلت عزمي. عزمي؟ هو انت بتضحك عليا؟ انت ما كنتش في الجيم؟ وكان معايا واحده بصراحه زي القمر، وكانت بتقوله تعالى معايا الفيلا بتاعتي. كمان؟ تروح معاها الفيلا؟ بتخني يا عزمي؟ اش 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 اشجان، انا مش عايزه تسلميني، دي واحده انا بمرنها في الجيم. بتمرنها برضو يا خداعه يا لواعه يا فزاعه؟ انا كنت حاسه وانا اقول برضو انت بطلت تاكل بطاطس ليه؟ انا مستحيل اعيش مع واحد كذاب زيك. انا هسيب لك البيت، طلقني يا عزمي. وبرضه شفت اشجان يعني من فتره كده صبغه شعرها اصفر ومع راجل اصلع في العربيه. ايه؟ ولما سالتها مين قالت لي ده زبون عندي في الكوافير وبزرع له شعر. بتخونيني يا اشجان مع واحد وكمان اصلع؟ لا ما تتسرعش يا عزمي وتظلمني، هو ما كانش اصلع، كان شعره بوني خفيف. وكمان بوني خفيف؟ انا اللي استحيل اقضي الباقي من حياتي مع واحده قتلت اسمى معاني الوجود والاخلاص والوفاء والحب الخالد. بعيد عن وشي. لا لا عزمي، حرام عليكي، منك لله خربتي بيتي، خربتي بيتي يا مفتري. ايدك وجعتني، ايه ده مرزبه ولا ايد زرق؟ انا برضو بتفاجئيني وتنسوعيني على وشي اشجان، ومصحف يوم عليكي، بس البت دي تمشي. يا رب عايز اخلص من البت اللازقه اللي جوه دي، اعمل ايه يا رب؟ خلاص يا بنت الناس، خليكي انت قاعده في البيت عشان تربي بودي وانا همشي. لا خليك في بيتك، انا هاخد ابني بودي واروح عند خالي حبيبي، واللي يسري على ما اعتمد يسري علينا. ما تفككوا بقى من التمثيليه الفكسانه اللي انتوا عاملينها دي، ادخلوا نتكلم، وبعدين كفايه بقى عمليه النصب اللي انتوا شغالين فيها دي. يلا. هي قالت نصب؟ قالت شغالين جمع.
دي حرام بقى هيتشرد في الشوارع ويشم كله تحت الكوبري. وحياه ابوك يا نيفين كله لابودي. ابوك يا نيفين يعني انتي بنوته طيبه قوي ما يرضيكيش يعني ان بودي يتشرد. بصراحه عندك حق يا اشجان، انا ما اقدرش اعمل كده. بصي انا هاخده واربيه، وانتوا ناس طيبين يعني ومحترمين، وان شاء الله تخرجوا في نص المده. يلا سلاموا عليكم. نيفين استني بس، رايحه فين؟ هتمشي كده من غير ما نتفق على النسبه بتاعتك ولا ايه؟ ها طبعا يا عزمي، ده احنا هنتفق وهنتفق وكمان هنتفق وهنتغدى. ده انا عامله صينيه كوسه بالبشاميل تاكلي ضوافرك وراها، بقى لها اسبوع في الثلاجه مش لاقي حد ياكلها، هجيبها لك تاكليها كلها. انت الغاليه نيفو. انا هاخد 10% من العمليه دي عشان انا مش طماعه يعني.